صباحك خير يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا، كيفك؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ الحمد لله دائما الحمد لله على كل شيء بحياتنا. بدايه اسبوع جديد، صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتم مرافقينا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكالعاده اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفه حنروح ضمن فقراتنا لنحكي عن التصبغات الجلديه بفصل الصيف، ايضا الرياضيات واهميتها ضمن حياتنا اليوميه. وبدايه صباحنا حيكون مع المحطه الطبيه وقدم السكري. اليوم هذا الموضوع جدا مهم يا هايدي، الاشخاص أكيد. كتير بيعانوا من هي الحاله. خلينا نقول بدايه تمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل لكم كل الخير، الصحه، الرزق الكريم، ودائما نقول يا رب جبران الخاطر وتتحسن الظروف على جميع المستويات. يسعد صباحكم. اكيد تحيه صباحيه لكل مشاهدي ومتابعي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد، يا رب يحملكم كل الخير والصحه وراحه البال وكل الشغلات اللي بتتمنوها. اكيد مثل العاده ساعه ونص من الوقت مشاهدينا بالعديد من الفقرات المتنوعه وتقارير بمحافظتنا السوريه، ان شاء الله يا رب تكون مواضيعنا بتفيدكم ودائما نقضي اوقات حلوة معكم. خلونا نطلع سوا لفاصل صغير ونرجع. خلونا نروح بداية هذا الصباح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ اللي دخلت بذاكرة التاريخ بحكاية يوم. اليوم 10 آب، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم عبر الزمن والسنين. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1793 افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، وبعام 1945 اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها للحرب العالمية الثانية، وبعام 1973 الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم مارس 7، وبعام 2010 مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت شان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير، وبعام 2015 شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابت لتصبح شركة قابضة لها. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1913 لوفا جانجيل، فيزيائي ألماني حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1989. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1915 هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي. وأكيد رشا من أحداث اليوم رح ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، وتعودنا دايما ضمن صباحنا يكون في مجموعة من المعلومات اللي محضرين لها فريق الإعداد يمكن منعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها. خلونا نتابع سوا مشاهدينا ومنرجع. هل تعلم بأنه مهما كنت متوتر اغسل وجهك بالماء البارد، الأمر الذي يقلل من التوتر والقلق؟ وهل تعلم أن تحاشي النظر في وجه الشخص الذي تتحدث معه يقلل من ثقته فيك؟ وهل تعلم بأن جلوسك لوحدك في ظلام وبهدوء تام وبدون استخدام أي أجهزة كهربائية لمدة 5 دقائق أو أكثر في اليوم يساعدك على تجاوز حالة التوتر والقلق؟ وهل تعلم بأن الخبراء ينصحون بتناول شراب الزنجبيل الطازج المسلوق مرة واحدة يومياً، وذلك للتخلص من الوزن في وقت سريع ومن دون جهد؟ وهل تعلم بأن العين تميز اللون الأصفر بشكل أسرع من باقي الألوان؟ لذلك نجد أن سيارات الأجرة وحافلات المدارس في معظم الدول لونها أصفر. وهل تعلم بأن الشخص ينسى بشكل طبيعي 75% من المعلومات التي يتعلمها كل يوم؟ وأخيراً هل تعلم أن الموجات الدماغية تتغير أثناء مشاهدة التلفاز، كما أن مشاهدة التلفزيون فترة طويلة تتسبب بأحلام يقظة وعدم القدرة على التركيز؟
وبأول تقاريرنا لليوم رح نروح للاذقية ولمركز المشروع الثامن الصحي في مدينة اللاذقية يلي عم يستقبل الأطفال من عمر يوم لحتى 3 أشهر لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة. البرنامج الوطني للكشف المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة عم يضمن خدمات كتير، خلونا نتعرف عليها ضمن التقرير التالي. مركز المشروع الثامن الصحي في مدينة اللاذقية يستقبل الأطفال من عمر يوم حتى 3 أشهر لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة. الهدف منها هي كشف أي إعاقة سمعية عند الأطفال وتشخيص باكر ضمن برنامج الكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة. نحن هذه الخدمة قد بتتقدم عنا طيل فترة السنة بمركز اسكندوري الصحي، بس هلأ هن عم نقدمها ضمن هذه المبادرة بخمس مراكز صحية. طبعا هذه المبادرة إلى أهمية كبيرة لأنه نحن وقت اللي بنكشف بشكل مبكر عن نقص السمع عند الطفل هذا بيؤدي إنه نحن نتدخل بشكل مبكر وبيكون التجاوب والتدخل أو دمجه لهذا الطفل بالمجتمع بيكون بشكل أفضل بكتير بكتير. خدمة جديدة عنا هي المسح السمعي للأطفال اللي تحت 3 شهور، بنعمل لهم مسح سمعي لنشوف إذا عندهم إعاقة سمعية ولا لا، وكتير الاختبار كتير مهم لأنه بيحمي الطفل من ممكن مشكلة يتعرض إلى بالمستقبل، ممكن الأهل ما يكونوا هن مكتشفين أو منتبهين عليها. نحن هون اليوم عم نقوم بحملة مسح سمعي بتعاون مع وزارة الصحة الأطفال من الولادة على حتى عمر 3 أشهر. طبعا نحن بيجي الطفل مع أهلي بناخد قصة سريرية من أهل الطفل، بنعمل الاختبار المسح السمعي وحسب النتائج الاختبار منخبر الأهل شو رح نعمل. أكيد كتير شيء مهم وضروري إنه نحافظ على صحة أطفالنا وتخطيط السمع من ضمن هيدي الأمور، نطمن دائما عليهم ونراقب كل أمورهم لحتى يكونوا بأفضل صحة، وأي شيء قبل بوقت بيكون أفضل أكيد. البرنامج الوطني للكشف المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة يضمن خدمات صحية مجانية ومستقبل خالي من الأمراض. أما هلا مشاهدينا فصباح الصحة يلي إن شاء الله يا رب دايما بترافق أيامكم وصباحكم. تعودنا دايما ضمن محطتنا الصباحية نضوي على مواضيع طبية، واليوم موضوعنا بهم كل مرضى السكري، ورح نحكي عن مرض السكري. كلنا بنعرف أنه هو من الأمراض المزمنة والخطيرة والمنتشرة بشكل كبير على اختلاف المراحل العمرية ولأسباب كثيرة، وربما نحن المتعارف عليها الوراثية. اليوم في عنا أنواع عديدة للسكري إن كان نوع أول أو ثاني، ولكن دايما بنقول انه هذا المرض بحاجه لمراقبه دقيقه اليوم كرمال ما يصير اي مضاعفات رشا، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم. اكيد هادي صح قلتي انه هو مرض محرج لصاحبه وممكن يكون مزمن ويدمر اعضاء الجسم، ولكن في حال كان في مراقبه من الشخص لحالته لضبط السكر الدم في الجسم فهو رح يقطع معه ورح يقدر يتاقلم. اليوم شو هي اهم الاختلاطات اذا تم اهمال المريض لحالته الصحيه؟ ايضا رح نضوي على موضوع القدم السكري، طريقه العلاج وقائيا نحن كيف قادرين ما نصل لهي المرحله. هدول المعلومات وغيرهم اكيد بهموا ناس كثير، وخاصه نحن عندنا نسبه انتشار هذا المرض بسوريا جدا كبيره. صحيح. اكيد بهم اشخاص كثير كبيره وحجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو الدكتور بلال حماد اختصاصي غدد صماء وسكري، وحضرته رئيس الجمعيه السوريه لرعايه السكريين وايضا رئيس الرابطه السوريه للقدم السكريه. صباح الخير حكيم. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم جميعا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. ذكرنا أنه هذا المرض منتشر بشكل كتير كبير اليوم، خلينا نخبر المشاهدين بداية نحن شو بنقصد بمرض السكري وشو هي أنواعه. هلأ السكري هو ارتفاع سكر الدم، يعني هو أهم شيء موجود بالسكر هو ارتفاع سكر الدم المزمن. مثل ما تفضلتي المرض بانتشار مستمر، يعني إذا جبنا الإحصائيات اللي بتقول على نسبة انتشار السكري في سوريا قبل 15 او 20 سنه عن هلا بنلاقي في ارتفاع بنسبه الانتشار. هذا الارتفاع مو بس عنا، هذا الارتفاع عالمي، يعني نسبه السكري عم ترتفع عالميا. كل البلدان اللي حوالينا او كل بلدان العالم عم تعاني من ارتفاع نسبه السكر، وبالتالي نحن مستقبلا كل ما مرض السكري عم يزيد اعداده. والسكري هو مرض مزمن، يعني بيتعايش مع الإنسان بتفاصيل حياته، بكل أنماط الحياة تبعه، بالأكل وبالشرب وبالمشوار وبالروحة وبالشغل وبكل حياته بيتدخل فيه مرض السكري. والسكري إذا ما بينضبط
بشكل عبء اقتصادي كثير كبير. يعني السكري اللي مو مضبوط بشكل جيد سيؤدي إلى اختلاطات السكري. اختلاطات السكري كثير كثيرة، أهمها هي الاختلاطات الوعائية اللي نحن بنسميها اختلاطات الأوعية، يلي هي الإصابة العينية وإصابة القدم السكرية والإصابة القلبية وارتفاع الضغط اللي بيرافق عادة السكري، الإصابة العصبية. هاي الإصابات بتأثر على حياة مريض السكري وبتجعل المريض فعلا هو عائق بالمجتمع، عائق لنفسه، هو بيخسر نفسه، بيخسر الإنتاجية تبعه، وبنفس الوقت هو بحاجة بيصير ليتفرغ فرد من أفراد الأسرة لرعاية هذا المريض، وبشكل عبء اقتصادي كبير لأنه علاجات السكري مختلفة، باهظة الثمن، اختلاطاته كتير مكلفة، اختلاطات السكري كتير مكلفة. فضبط السكر هو الأساس في التعامل مع مرض السكر. وهي مثل ما قلنا دكتور، يعني بيقدر الشخص يتعايش بشكل طبيعي مع هذا المرض مع شوية تحذيرات وقائية، ولكن اليوم الشخص كيف بيعرف انه مصاب بمرض السكري؟ شو هي الأعراض اللي بتظهر عليه؟ الأعراض المبدئية هي ما بتخبي حالها. نحن في عنا نوعين من السكر، النمط الأول اللي بيصير الشباب والأطفال، والنمط الثاني اللي بيصيب الكهول. النمط الأول اللي بيصيب الأطفال والشباب عادة ما بيخبي حاله أبداً. الأعراض تظهر خلال أسبوع 10 أيام، بحس إنه الطفل أو الشاب صار يبول كتير، يشرب مي كتير، التعب والوهن، صار ما عنده قدرة على المشي، ما عنده قدرة على الحركة، بينقص وزنه بشكل كبير. خلال أسبوع مباشرة ممكن ينزل 4 أو 5 كيلو. هالنقص الوزن والتعب والشرب المي والتبوال الشديد بشير للمرضى، لازم ينبه المريض. هذا النوع الاول، هذا النوع الاول لازم الى العمر دكتور. هلا هذا عاده من الولاده ممكن يكون اسمه نمط اول الى حوالي عمر 30 سنه، ولكن مو شرط. يعني احنا ممكن نشوف نمط اول او سير المرض الاول، النمط الاول عند اي عمر ممكن يعني. احنا بس ولكن اكثر شيوعا هو بهذه الاعمار. النمط الثاني هو الكهلي. الكهلي اللي هو بيصيب فوق ال 35 سنة أو 30 سنة بيكون سببه عادة الوراثي. بالنمط الأول ما في عندي سبب وراثي. النمط الثاني هو اللي بيكون سببه وراثي وسببه العلاقة مع المجتمع، يعني سببه البدانة، سببه الاسترس، سببه التعصيب المستمر. بشكل أو بآخر بتزيد استهلاك الأنسولين بالجسم. الأنسولين هو المسؤول عن إحداث الداء السكري، بيصير في عندي ما يدعى بمقاومة الأنسولين، بيصير إفراز زائد للأنسولين، ورغم هالشيء الجسم ما بيستفاد من هذا الأنسولين المفرز، وبالتالي يبلش عنا ارتفاع لسكر الدم. ارتفاع سكر الدم المزمن هو اللي يسبب الاختلاطات. هلا الأعراض للنمط الثاني هي اللي نحن منأكد عليها، إنه أعراض النمط الثاني قد لا تكون واضحة. يعني تظهر بالتدريج، الإنسان ما بيحس فيها، بيكون بينام طول الليل ما بفيق، بصير بفيق مره واحده بعدين بصير بفيق مرتين. بيحس بهالتعب وهالوهن، بحس حاله عطشان دائما، تمه ناشف، بيقول لك لساني مثل الحطبه، ما لي قدران يعني اتعامل مع المحيط، تعبان كثير. هذا ممكن هي الاعراض تكون المنبئه لداء السكري. المشكله انه كثير من المرضى بيجوا بعد ما بيكون ارتفع السكر عندهم لفترات طويله وبلشوا يعملوا اختلاطات المرض لحتى نكتشف عندهم انه والله عنده مرض سكري. يعني بفوت مثلا على مشفى بيعمل تخطيط قلب، بيشوف نقص تربيه قلبيه، بحلل سكر بيلاقوا انه هذا معه سكري وصار له زمان معه سكري. بيتعرض لقدم سكريه، لقرحات القدم، بيتعرض لاصابه كلويه، بيكتشفوا عنده وقته انه هو مصاب بالسكري. تمام دكتور، خبرتنا انه اليوم في عندنا نمطين للسكري، نوع اول وثاني. في حال اليوم المريض اهمل هي الاعراض او هي الانماط، شو ممكن يصير معه؟ مضاعفات جانبيه او اثار جانبيه؟ وذكرت حضرتك نقطه القدم السكريه، نسمع انه هي من الاختلاطات اللي ممكن تظهر نتيجه السكري، خبرنا اكثر عن هذا. بالضبط، ارتفاع سكر الدم المزمن. نحن المشكله بالسكري هي الارتفاع المزمن بسكر الدم. وجود السكر دائما ضمن الأوعية الدموية وليس مخزن في الجسم. الأنسولين عادة بيخزن السكر اللي بناخده، بيستعمل جزء منه، بيخزن الباقي للاستعمال في حالات الصيام. وقت بيكون ما في عندي أنسولين كافي بيرتفع سكر الدم، وبيكون السكر دائما موجود ضمن لمعة الأوعية الدموية. هذا بيؤدي لتبدلات مزمنة في الأوعية الدموية الدقيقة والكبيرة. حتى التبدلات المزمنة بتؤدي لاختلاطات السكري،
يعني التبدل المزمن بارتفاع سكر الدم المزمن والحالة الالتهابية للأوعية المزمنة اللي بصير بتؤدي لتضيق الأوعية ونقص التروية. نقص التروية هاد عادة وين بنلاقيه؟ بيكون في عندي اختلاطات سكري، يعني وقت بيكون في عندي نقص تروية بالقلب بصير في عندي اختلاطات قلبية، وقت بيكون في عندي نقص تروية بالكلية بصير في اختلاطات كلوية، وقت بيكون في عندي نقص تروية على الأعصاب أو خلق ارتفاع سكر مزمن على حوالي العصب أو نقص تروية بالعصب بيؤدي لاعتلال ما نسميه نحن باعتلال الأعصاب السكري. والمشكلة اعتلال الأعصاب السكري هو من أخطر الاختلاطات اللي ممكن تصيب المريض. هو ببلش فجأة يعني بشكل خلسي، ما بيحس المريض بارتفاع سكر مزمن، بيحس أحيانا أنه في حماوة برجليه، في خدر نمل بالرجلين، في تعب أثناء المشي. هذا الخدر والنمل بينتهي بالأخير لاختلاط مهم جدا اللي هو القدم السكرية. منين بتنشأ القدم السكرية؟ بتنشأ القدم السكرية عادة من اعتلال الأعصاب السكري. هذا المريض شوي شوي ببلش يفقد الإحساس برجليه، يفقد حس الحرارة، يفقد حس الألم، يفقد حس الوخز. الشعور بالوخز المزمن يلي بيتعرض له هذا الإنسان بيصير ما يعود يميز بين أنه أنا غزيت بدبوس ولا أنا عندي خدر ونمل برجلي. هذول المرضى عادة بيتعرضوا لردود وهن ماشيين برجلي بالطريق. هن ماشيين بشكل عام، ممكن يكون حذاء ضيق، ممكن يطرق بالطاولة، ممكن يطرق يفوت في جسم أجنبي، ممكن أي شيء معين يؤدي لرد على هذه القدم. هذا الرد ما بيحس فيه المريض، يعني المشكلة أنه هو ما بيحس بالرد تبعه، فبيبقى الرد هذا يوم ويومين وثلاثة بتلتهب القدم لحتى يبلش هذا الإنسان يحس أنه أنا عندي مشكلة بالقدم. أحياناً بيصير في رد وبينتبه له، ولكن عدم وجود الألم المرافق للرد عادة ما بيدفع المريض لأنه يراجع الطبيب. فما في ألم، هو ما له متوجع، هو مجروح جرح برجله وهذا الجرح بيلتهب بيقيح بيأثر على القدم، هو لسه ما عنده ارتكاز لهذا الجرح لأنه هو ما عنده أعصاب فعالة، ما عنده حس الألم الموجود عند الإنسان الطبيعي، فبيتطور الموضوع لإحداث القدم السكرية. نحن بنسمي القدم السكرية شو هي؟ هي أي مشكلة بتصير بالقدم عند مريض السكري بنسميها قدم سكرية، سواء كان بشكل أوسع هي اعتلال الأعصاب السكري من بداياته إلى تشكل القرحة السكرية، أو ممكن يكون سببه اعتلال أوعية سكري نتيجة تضيق الأوعية اللي بيصير عادة عند مريض السكري. طيب دكتور، ودائما نسمع انه مريض السكري بحذره انه ما ينجرح او ما ينرض لانه هو رح يطول ليختم جرحه او ممكن ما يختم ببعض الاوقات. ذكرت اعراض القدم السكري، اليوم نسمع حالات كثير انه تم قطع اصبع الابهام، بعض الاصابع كرمال ما ينتشر بيؤدي للغرغرينه مثل ما بنقول بالعاميه. بالضبط، هو الفكره هي التاخير بالعلاج. يعني نحن مثل ما قلت هلا قبل شوي، نحن عادة المريض بيحس بالألم، الإنسان العادي بيحس بالألم، وقت بتنرض رجله أو بس هون ما في شعور بالألم، هون يعني ما في عندي شعور بالألم، صح. فبيتفاقم هذا الالتهاب، بيوصل لمراحل أحيانا بنضطر إنه نبتر الجزء المصاب لحتى ما ينتشر الإنتان للمناطق الثانية. كمان في عندي بمرض السكري ضعف بالمناعة، نحن ما بدنا نحط كل شيء على عتيل على الأعصاب السكري. كمان في عندي ضعف بمناعة هذا المريض، هذا المريض السكري المزمن المدنف اللي ما عم يضبط سكره، اللي عنده اعتلال أعصاب سكري، عنده ضعف بمناعة جسمه، فالإنتان تبعه مو مثل الإنتان اللي بيصير عند الإنسان العادي. يعني كلياتنا بتنجرح إيدنا، بتنجرح رجلنا، منعقم هذا الجرح، من راقبه يومين ثلاثة، الألم يلي بيرافق الجرح بيخلينا ندير بالنا على هذا الجرح، بيطيب هذا الجرح خلال أسبوع زمان، ثلاث أربعة أيام أسبوع زمان بيطيب هذا الجرح. المشكلة عند مريض السكري الوضع مختلف كليا، في عندي ضعف مناعة، في عندي ضعف بترميم هذا الجرح، في عندي ضعف بارتكاس الجسم نحو هذا الجرح أو الرض يلي صار. ففوق انه المريض عنده اعتلال اعصاب او اعتلال اوعيه تضعف الالم، كمان في عندي ضعف بالاستجابه الالتهابيه لهذا المرض، لهذا الجرح. فجرح مريض السكري كمان هي بننبه عليها دائما، لا تتخيل انه انا اذا صار عندي جرح
برجلي او رد برجلي انه هذا حيطيب خلال اسبوع. هذا بده متابعه دقيقه، ممكن يضل اشهر لحتى يطيب هذا الجرح السكري يلي بنسميه القرحه السكريه. تمام دكتور، قبل ما نوصل لمرحله بتر القدم، كيف ممكن اليوم نحن نسيطر على هي الحاله، على تطور هي الحاله المرضيه؟ هي المراقبه الذاتيه. يعني نحن حجر الاساس بهذا الموضوع هو ارتفاع سكر الدم المزمن مبدئيا. فارتفاع سكر الدم المزمن هو اللي بيسبب المشاكل كلها. انا المفروض اني دائما احط السكر تبعي ضمن الحدود الطبيعيه، اللي هي عاده حوالي 100 على الريق واقل من 140 بعد الطعام. تمام. هالحدود ارقام سكر الدم الطبيعيه تعني انه انا صار جسمي طبيعي، انا بحط جسمي بوضع طبيعي. فضبط السكر هو الاساس في المرحله الاولى. يعني انا لحتى ما اصل لمرحله القدم السكريه لازم احمي نفسي من ارتفاعات سكر الدم. حمايه من ارتفاع سكر الدم تتطلب علاج جيد، تتطلب مراقبه جيده. يعني انا لا يكفي اني انا اروح لعند الطبيب ويقول لي الطبيب خذ الوصفه الفلانيه سواء انسولين او خافضات سكر فمويه وخلص انا امن فيها واخذ الدواء بدون ما اراقب سكر الدم. لازم اخذ العلاج الجيد، وعندنا كثير علاجات جيده. ثانيا لازم اراقب سكر الدم بشكل مستمر لحتى اتاكد تمام انه ارقام السكر ما عم ترتفع عن الحد الطبيعي. بعد مرحله، بعد ما انا اتاكد تمام انه انا ضابط السكر بشكل جيد، حامي جسمي من ارتفاع سكر الدم، انا كيف ما بوصل لمرحله القدم السكريه؟ بالاعتناء بالقدم. يعني نحن دائما بنقول له لمريض السكري اللي صار معه اعتلال اعصاب سكري، عنده ارتفاع مزمن السكري، عمره طويل، عنده صار اكثر من 10 سنوات 15 سنه سكري، بنقول له انت قد تكون دخلت بمرحله اعتلال الاعصاب السكري، فانت لازم تقي نفسك من ارتفاع سكر الدم وتقي القدم. كيف بدك تقي القدم؟ بدك مراقبه ذاتيه للقدم. يعني كل يوم الصبح مفروض يفيق الصبح يغسل رجليه، ينشفهم اذا ما فيهم جرح، ينتبه انه انا هل خلال الليل او خلال النهار الماضي تعرضت لردود للقدم، تعرضت لمشكله بالقدم، في تغير باللون، اصبعي لونه ازرق صار، اكل رضه وانا مالي منتبه، في شيء جرح برجلي وانا مالي منتبه، هل المبادئ الاساسيه او هالخطوات الاساسيه يلي بيقوم فيها المريض كثير 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 بتحميه من الوصول للقدم السكريه. لانه المعالجه بالايام الاولى ذات فائده كبيره كثير، وقت بتاخر المريض لاسبوع او 10 ايام لحتى يبلش ياخذ علاج، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، بيكون وصل لمرحله الاختلاطات ووصل لمرحله انه ما في منها رجعه. وللاسف كثير من الاحيان بنضطر انه نبتر طرف او نبتر جزء من القدم. طيب دكتور، اليوم ايمت او شو هي الحاله لوين بتكون واصله بالمستوى بموضوع الحاله السكريه، وقت اللي بيضطر الدكتور اليوم يروح للانسولين ولا ابر الانسولين للشخص؟ هلا هو عدم ضبط السكر، هلا حكينا انه نحن بدنا نتابع ضبط السكر. عند النمط الاول ما في عندي الى التاريخ الان غير الانسولين كعلاج لمرضى السكر. النمط الاول، النمط الاول هو علاجه الانسولين والانسولين فقط، ما في له علاج غير الانسولين. صحيح تطورت وسائل اعطاء الانسولين، تطورت وسائل المراقبه، صار في عندي انسولينات حديثه تعاملها بالجسم او حركياتها بالجسم توافق تقريبا الانسولين الطبيعي، تعادل الحياه الطبيعيه للانسان. صار في عندي وسائل لاعطاء الانسولين، صار في مضخات انسولين، صار في متابعه بالانسولين، صارت حياه الطفل او المريض السكري نمط اول اقرب ما تكون للطبيعي. هذا كثير 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 بيحميه من الاختلاطات بالمستقبل. يعني نحن لا نهمل المريض في مرحله العلاج، نحن لازم نتابع المريض بمرحله العلاج ومرحله المتابعه المراقبه لحتى ما نصل لاختلاطات السكري. النمط الثاني كمان عندي متابعه السكر كثير كثير مهمه لحتى ما نوصل لاختلاطات المرض، والمتابعه هي الاساس. يعني هي مراقبه سكر الدم الذاتيه هي الاساس بالعلاج. اليوم دكتور في مضاعفات عديده لمرض السكري، خبرنا ايمت ممكن يكون هذا المرض هو فعلا خطير على صحه الانسان؟ شو هي الاشارات؟ دائما المرض السكري خطير. يعني انا ما عندي مرض سكري خطير ومرض سكري مو خطير. الارتفاع البسيط بسكر الدم لازم اخذه بعين الاعتبار. نحن كثير بنشوف من المرضى بيقول لك انا سكري 200 مو كثير عالي، ما بياثر. كل سكر دم فوق الرقم الطبيعي هو مرض سكري، هو مرض خطير رح يؤدي لاختلاطات.
انا لازم اتابع المرض ووصله للحدود العلاجيه، للارقام العلاجيه اللي انا بسعى لها. ما استنى انه والله انا سكري ما وصل لل 500 معناته انا سكري مو خطير. انا سكري ما بيطلع فوق ال 200 انا سكري مو خطير. حتى لو كان 200 هو رقم خطير، اي رقم فوق الطبيعي انا لازم ما اهمله، هو رقم خطير ويؤدي الى الاختلاطات. ما في علاقه بين ارتفاع رقم السكر، شده الارتفاع، علاقه مباشره بين شده الارتفاع وشو رح يصير عند هذا المريض من اختلاطات. مجرد ما ارتفع سكر الدم فهو مؤهل لهي الاختلاطات. طيب دكتور، اليوم ذكرنا نقطة ببداية حديثنا انه الظروف العامة، التعصيب، الستريس، خاصة بهذا الوضع هلا اليوم، انه اليوم الناس بجوز بلحظة يرتفع عندها السكري، هل اليوم التعصيب وقت اللي بيكون سبب ارتفاع السكري، خلينا نقول أزمة نفسية، صدمة، أي شيء، هو حالة عرضية أو لا بداية مؤشر؟ هذا وارد جدا. يعني نحن مثل ما شايفين في أزمات عم تمر، أزمات اقتصادية، أزمات أمن، هذا الشيء أثر كثير على المرضى. نحن ما بنقول إنه هذا السبب المباشر، في سبب مؤهب. يعني أنا عادة المريض هذا عنده ما يؤهبه لإحداث السكري، في عنده قصة وراثية، في عنده قصة عائلية، أبوه أمه أخواته كلهم معهم سكري، خواله وعمامه معهم سكري، هذا المريض مؤهب لإحداث السكري. بنقول له نحن لهذا المريض دير بالك لا تتعرض للستريس بشكل دائم، او حاول ما تتعرض، ما في انسان ما بيتعرض للستريس، انت حاول انك انت ما تتعرض للستريس بشكل دائم، واقي حالك من ارتفاعات سكر الدم، وراقب السكر كل فتره وفتره. يعني ما ممكن تكون حاله عرضيه، ممكن تكون مؤشر، ممكن تكون مؤشر لاحداث سكر الدم. اي انسان خلال الستريس بيتعرض لارتفاعات سكر الدم فهو انسان مؤهب بالمستقبل انه يصير عنده داء سكري. تمام. هلا نحن بنعرف انه الغذاء بيلعب دور بشكل كثير كبير اليوم بالعلاج مرضى السكري، خبرنا عن اهميه النظام الغذائي والنمط الغذائي اليوم لمرضى السكري، قد ايه ممكن يلعب فعلا دور بمضاعفه الحاله او لا الحد من الحاله؟ نحن مثل ما قلنا اول انه السكري بيدخل بجميع نواحي الحياه، والتغذيه هي اهم من اهم نواحي الحياه، يعني الطعام هو بحد ذاته متعه عند كثير من الناس. فالسكري حد علاجاته هو العلاج بالتغذية. يعني نحن لا نهمل أبدا دور النظام الغذائي، نحن ما بنسميه حمية، الحمية تعني الحرمان، أنا بدي أحميك من الشغلة الفلانية، نحن بنسميه نظام غذائي. النظام الغذائي هو أحد علاجات السكري. علاج السكري يرتكز على وجود نظام غذائي جيد، والنظام الغذائي السكري لا يعني الحرمان. يعني أنا كثير بأكد على هالنقطة، هي انه بفكر مريض السكري اني انا عم عاقبه اذا قلت له انا التزم بنظام غذائي معين. هذا مو عقاب، هذا احد وسائل العلاج اللي انا بدي اتبعها. انا مثل ما بوصف لك الانسولين، بوصف لك الخافضات الفمويه، بوصف لك الدواء الفلاني، كمان انا مفروض اوصف لك نمط غذائي معين. لا يعني ابدا اني انا عم بحرمك من الاكل، انا ممكن يكون كافة أنواع الأكل الأطعمة موجودة ضمن هذا النظام الغذائي، ولكن بقدر معين أو بتوقيت معين. يعني نحن بنقول مثلا النمط الأول، نحن بنقول هذا ما له حمية محددة، ممكن يأكل أي شيء ولكن مو بأي وقت. نحن في عنا ذروات للأنسولين، في عنا أوقات محددة بيقدر الطفل يشبع رغباته الطعامية بالأطعمة اللي هو بيحبها بهالأوقات اللي هو بيختارها. أكيد. بالختام معلومات ونصائح طبية كتير مهمة، بدنا نشكرك كتير. كنت معنا الدكتور بلال حماد، اختصاصي غدد صماء وسكري ورئيس الجمعية السورية لرعاية السكريين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا دكتور لحضورك، وإن شاء الله هيك يا رب الصحة والسلامة. آمين. لجميع الناس. وبعد شوي هيك عن حالات التعصيب والستريس، يعني هي يمكن العامل أهم حاليا بهي الحالة. نحن مكملين وحنروح لضمن صباحنا لليوم لتقرير جديد يا هايدي. أكيد يا رشا. ثاني تقريرنا اليوم مجموعة منوعة من أغاني الطرب الأصيل قدمها أطفال ويافعين على خشبة المسرح الثقافي بمدينة طرطوس ضمن احتفالية غنائية لكورال نهاوند بقيادة الأستاذة حلا نقرور. أكيد تفاصيل أكثر مشاهدينا بالمادة التالية. مجموعة منوعة من أغاني الطرب الأصيل قدمها أطفال ويافعون على خشبة المسرح الثقافي بمدينة طرطوس ضمن احتفالية غنائية لكورالي نهاوند بقيادة الأستاذة حلا نقرور.
أطفال ويافعين هوند عددهم 70 طفل ويافعين عم يتعلموا مرتين بالأسبوع، عم ياخدوا فوكاليز، عم يتعلموا مقامات. اليوم عندي بحدود 30 طفل وطفلي حيغنوا إفرادة، أنا عم هزب لهم صوتهم، عم يتعلموا شو هو المغنى الحقيقي، عم يتعلموا كيف هو تراثنا الحقيقي بظل عدم الانضباط بالساحة الفنية. كورال أطفال نهواند عم بيغني الطرب الأصيل، الطرب البعيد عن الأغاني السريعة، الأغاني الصاخبة اللي ملانة العالم هلأ، بألحانهم الشجية اللي عم يغنوا للسيدة فيروز، الراحل زكي نصيف، صباح فخري. حضور رسمي وجماهيري شهدته الاحتفالية التي تضمنت باقة من الأغاني الطربية الراسخة في قلوب السوريين. مطربين قديمين وأغاني حلوة، نحن كتير مبسوطين وعم نقدم على المسرح أغاني كتير حلوة وقديمة. نحن عم نغني برنامج منوع من التراث من الطرب، عم نغني الفن الجميل. كورال بجنن بيحيي الأغاني القديمة الأغاني التراثية، واليوم الحفلة لأحياء أغاني التراث السوري اللي كتير من الأطفال بيجهلها. كورال نهواند ومنذ انطلاقته يسعى لإحياء الطرب والتراث والفولكلور والحفاظ عليه من خلال كورال الأطفال والكبار عبر الحفلات المقامة في مختلف المحافظات السورية، والتي تقدم الغناء الشرقي الأصيل بطرق إبداعية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وحنروح ضمن صباحنا لفقرة جديدة ونحكي فيها عن موضوع أو مادة جدا مهمة. كنت تحب الرياضيات هذه؟ لا، أنا كنت أدبي. بمرحلة الابتدائي والإعدادي يعني؟ لا أبدا، كمان كنت حس فيها صعوبة كتير وبدها تركيز، لهيك فورا دخلت أدبي. حتى في بعض الأشخاص يعني حتى لو بيحبوا هاي المادة، مثل ما قلنا الأستاذ عمار إنه هاي المادة إلها هيبة، والأستاذ الرياضيات دائما يعني هو خلينا نقول كان مصدر إنه التزام للطالبة، ولكن اليوم عم نحكي عن مادة مهمة جدا بحياتنا، يمكن إحنا عم نستخدمها بشكل يومي من دون ما نشعر. اليوم الرياضيات عم تدخل بالفن، عم تدخل بالموسيقى، عم تدخل بالتكنولوجيا، ونحن عم بتساعدنا كتير لنفهم العالم اللي حوالينا، لنقدر نقيس العالم اللي حوالينا، وأيضا يا هايدي اليوم إلها فوائد إيجابية بتطوير مهاراتنا الحياتية. صحيح يا رشا، يمكن مثل ما ذكرتي في كثير من الاشخاص اليوم ما بيعرفوا انه ماده الرياضيات هي مو بس ماده دراسيه مهمه للدراسه، لا هي ممكن تكون كثير مفيده بحياتنا لحتى نعرف كيف نحل مشاكل بنمرق فيها، كيف بنعرف ناخذ القرار الصحيح بحياتنا. رح نعرف اكثر مشاهدينا عن اهميه ماده الرياضيات وكيف ممكن اليوم نبسطها بطريقه افضل للدراسه. تفاصيل كثيره رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، الاستاذ عمار قدوري مدرس ماده الرياضيات. صباح الخير. اهلا، صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ عمار، واهلا وسهلا فيك. اول مره بشوف استاذ رياضيات عم يبتسم. بالعاده استاذ رياضيات له كاريزما وخاصه فيه لطلابه يعني، وهذا الشيء بخلي يعني اليوم اذا بتسال الطلاب كثير بيقولوا لك او استاذ رياضيات فلان الفلاني مرق بحياتي الدراسيه ما بنسى، وانا حدا منهم يعني. طيب بدايه استاذ عمار، خلينا نعرف اليوم بماده الرياضيات اليوم شو اهميتها بحياتنا. لا، اولا هي الرياضيات، هي الرياضيات هي غذاء العقل. نعم. من درجة أولى يعني من مؤسسين علوم الرياضيات المختلفين، مثلا فيثاغورس وما شابه بالعهود القديمة السابقة، يعني كانوا إذا بدهم يطوروا عقل شخص معين بيعطوه مفاهيم أو أحاجة رياضية. نعم. هي بتساعد البني آدم بشكل عام، بالإنسان بشكل عام، على أنه يطور مهارات تفكيره، يساعده في حل مشكلاته الحياتية اليومية أولا، ثم فيما بعد يطور هاي المشكلات، مثلا تطور هاي المشكلات بتنحط ضمن قوالب معينة، بتصير رموز رياضية، بتصير حلولها. حلول الرموز الرياضية هي تعبر عن حلول هذه المشاكل اللي ممكن الإنسان يتعرض له في حياته العامة. استاذ، اذا بدنا نعرف من حضرتك اكثر كيف ممكن نطبق اليوم الرياضيات بمجالات الحياه، شو بتخبرنا؟ يعني هلا في لها تطبيقات كثير كبيره، يعني مبدئيا هو
أي قانون لا يصبح قانونا نافذا إذا لم يطبق يكتب بشكل رياضي، بشكل مفاهيم رياضية ورموز رياضية. وبالتالي نحن عم نتعامل مع مثلا مع الطب، هندسة، فلسفة، شو ما كانت العلوم، مهما كانت العلوم، حتى علوم اللغات، اللغات تطور نفسها دائما ضمن مفاهيم رياضية، يعني تحتاج إلى رياضيات للتطوير، يحتاج إلى العقل البشري للتطوير، تطور العقل البشري يحتاج إلى رياضيات أكيد. واليوم نشوف يعني الأشخاص اللي عندهم خلينا نقول مستوى عالي بموضوع الرياضيات، بتحس عندهم تميز تمام. بحياتهم تميز تمام. حتى بالمواد تمام. الدراسية تمام. اليوم شو علاقة هاي المهارة بالمواد الدراسية؟ هلا من يتميز بالرياضيات يتميز بباقي العلوم الأخرى جميعا. من هو قادر على حل مشكلات الرياضية هو قادر على حل أي مشكلة، مهما كان العلم اللي عم يتعرض له، مهما كان الشيء اللي عم يتناوله، يعني من العلوم الأخرى مثلا طب، هندسة، كذا، مهما كانت تحتاج إلى رياضيات، تحتاج إلى منطق أولا، تحتاج إلى مفاهيم مجردة ثانيا، تحتاج إلى إحساس مجرد بالحس الرياضي ثالثا. يعني هاي كلها تجمع عند الإنسان المتلقي مفاهيم معينة تساعده على أنه يتجاوز هاي الأشياء اللي هو بيكون عم يجهز حاله ليتعرض له، ليدرسها، ليتعامل معها. يعني من بداية من الطب البشري مثلا قراءة المخطط، التخطيط أيا كان التخطيط هو عبارة عن منحنى رياضي. الفن هو الرسم، الرسم جمالية الرسم هي جمالية تقترب من الحدود خطوط. الطبيعية، من الخطوط، أنواع من الحدود الخطوط. الطبيعية إذا كان الحد الطبيعي للمزهرية غير منطقي ترفضي هاي الرسمة الجمالية، يعني العين بترفضها، وبالتالي نحن نحتاج إلى رسمة أقرب للواقع. هي عبارة عن منحنى رياضي. الرسام ما بيدرس الرياضيات، مع أنه في ليوناردو دافنشي مثلا رسام مشهور هذا عالميا صحيح. لكن هو كان عالم رياضي، يعني كان له كذا إبداع واختراع في الرياضيات. تمام استاذ عمار، يعني احنا بنعرف هلا طلاب الشهاده الثانويه هنن على ابواب المفاضله لحتى يحددوا الله يسلم. تمام. اكيد المستقبل الجامعي لهم. خبرنا شو هي اقسام علم الرياضيات وشو اصعب قسم برايك وشو هي تطبيقات هذا القسم؟ هلا اقسام الرياضيات اقسام متعدده لا نهائيه عددها. اقسام الجامعه هون يعني بيتحدثوا عنها، هي بتتبدل كل فتره والثانيه، بيتحدثوا عنها دكاتره الجامعه الموجودين مختصين بالجامعه. يعني انا صار لي زمان بعيد عن موضوع الاختصاص الجامعي بالجامعة، لكن أقسام الرياضيات يعني لها بداية وليس لها نهاية. أحيانا يبدأ الإنسان بشيء صغير مثل ما بلشنا نحن بدراسة الرياضيات البحتة مثلا بالسنة الثانية، بعدين تطورت هيك ودرسنا المعلوماتية وعلاقتها بالرياضيات والخوارزميات وفيما بعد أشياء ثانية كثير يعني مختلفة تماما، وصولا الى انه مثلا واحد يوقف عن مرحله معينه بيقول انا بدي بلش حياتي العمليه من هون. لكن اقسام الرياضيات لا نهائيه، دائما في اكتشاف، في تطور، في تفكير، في مسلمات جديده، في افكار جديده، في مبرهنات جديده تحتاج الى مين بيتبنى عمليه البرهان، مين بيتبنى عمليه توطين هذا البرهان بشكل جيد، بحيث انه مثلا يبدا يصل الى مرحله متقدمه فيها بيجي حدا غيره مثلا بده يكمل بهذا الموضوع. تمام. طيب استاذ عمار، حضرتك مدرس رياضيات لاي صف، لاي عمر؟ للمرحله الثانويه. بنين او بنات؟ بنين وبنات نفس الشيء. يعني احيانا بكون الاستاذ بس لمدارس البنين. طيب اليوم من خلال تجربتك واحتكاكك مع هذا العمر تمام. واليوم انت حضرتك عم تتعامل مع عمر جدا حساس وهي تمام. مرحله المراهقه، يعني تمام. احنا بنعرف كيف بيشعر بهي المرحلة، واليوم عم تقدم له مادة هو بالأصل ممكن يستصعبها تمام. اليوم شو دورك لحتى تخليه يستسهل هي المادة يحبها؟ هلا هو يستصعب المادة شيء وبيرفضها شيء آخر. دائما بنقول لهم مثلا لبعض طلابنا اللي بيلاقوا انه بيستصعب المادة، بنقول لهم هي الزجاجة المحطوط فيها سفينة تباع كقطعة أثرية مثلا ببعض الأسواق، انه طالع لنا السفينة من قلب الزجاجة، عنق الزجاجة ضيق جدا ما بيحسن يخرج السفينة من داخله. بيقول لي ما بس نطالعها، اللي دخلها هو اللي بيطالعه. نحن بحاجة انه اللي دخل فكرة انه الرياضيات صعبة ومستحيلة هو نفسه اللي بده يطالعها. هذا الشخص مثلا بده يحاول، المدرس دائما بيحاول يبسط المعلومة، يقارب بين بعض النقاط لنقاط واقعية، بيحاول ينزل لمستوى الطالب يعني على تفكيره تماما على مبدا سيروا بسير اضعفكم. يعني لازم الطالب هذا يفهم الماده، يستوعب الماده، يرتاح الماده،
ترتاح بمخه. بعدين مسألة دراسة الرياضيات ما لها هذيك المسألة الصعبة جدا، ولا هي بتتم بيوم وليلة مثل بقية الدراسات الأخرى. نحن بحاجة أنه طالب يدرسها على مدار عام كامل، بخصص من كل يوم مثلا من وقته تقريبا ساعة ساعتين حسب قدرته، ثلاث ساعات لدراسة وحل تمارين يدوية بإيده، بده يشتغل، ما بده يستنى حدا يحل له إياها، ما بده يحفظ شيء جاهز. دائما الجاهز لا يعطي نتائج. تشغيل الدماغ هو يعني. كان تشغيل الدماغ هو أساسي بهذا الموضوع. فنحن بحاول قدر الإمكان أنه نبسط هاي المعلومة ضمن مناهج وزارة التربية، نساعد الطالب على أنه يفهم يعني يأخذ هاي المعلومة، يتشرب المعلومة بشكل جيد، وثم فيما بعد بحاول يستنتج منها مثلا حلول التمارين، أفكار تانية مثلا بحاجتها هو ضمن نص السؤال. ولكن هي سؤال دائما لا يكون صيغة جوابه موجودة مباشرة بحيث أنه نعم أو لا. تمام أستاذ عمار، يعني مادة الرياضيات أثارت جدل كتير كبير بالدورة الأولى من الامتحانات لطلاب الشهادة الثانوية، وبعد ما عملوا التكميلية سمعنا أنه كانت الرياضيات أسهل من الدورة الأولى. خبرنا أكثر عن رأيك، كيف كانت مستوى الأسئلة؟ هل فعلا كانت مناسبة جميع المستويات؟ شو اللي فرق عن الدورة الأولى؟ هي الدورة الأولى والدورة الثانية تقريبا متماثلتين. اللي فرق انه معدل دراسة الطلاب تقريبا ازداد الضعف، بانه مثلا بيبتعدوا عن القوالب الجاهزة، بيبتعدوا عن الافكار اللي انه هي بكرة جاية، هي بكرة مو جاية، هي التوقعات واساليب التوقع مثلا، وفلان بيتوقع وبيجي او بيصيب او ما بيصيب، هي كلياتها مرفوضة. لانه نحن بالاساس نبحث عن عقل بشري، يعني عن تطور عقل بشري، عن هذا التطور بده يقوده لدراسة جامعية متخصصة فيما بعد في الشيء الثاني، ممكن يكون طب، ممكن يكون هندسات، ممكن يكون شو ما كان، لكن علامته هون بتفاضل هي بين مثلا الدورة الأولى والدورة الثانية. نحن بحاجة إنه مثلا طالب استوعب مادة الرياضيات بشكل جيد، قرأ كل ألغازها وفهمها، وفهم طريقة حلها وآلية حلها وما حفظها، فهمها أهم من كلمة حفظها، وبالتالي ازدادت نسبة النجاح بالدورة الثانية بشكل كتير كبير. ارتاحوا الطلاب لما فهموها صح، ارتاحوا فيها بشكل جيد جدا. يعني نحن معروف أستاذ عمار، المواد العلمية إن كان فيزياء كيمياء أو رياضيات هي أبدا ما أنا بحاجة لا للحفظ ولا للبصم. لا أكيد لا، بحاجة للفهم فقط تماماً. يعني ويمكن الوقت مهم جدا، عامل تماماً. مهم جدا يقدر تدريبك حضرتك للطلاب يعني من خلال مجالك، إنه كيف يأخذوا وقتهم المحدد وما يتأخروا بالإجابة، يدرسوا رياضيا صح. نحن إذا عم نحكي عن موضوع دراسة المرحلة الثانوية، دراسة المرحلة الثانوية لازم تكون دراسة يومية للرياضيات منظمة بشكل جيد، يعني يدرس كل درس بدرسه، يحاول يحل تمارينه، يستنبط كل الأفكار الموجودة، يكتب على هامش الكتاب كل الأفكار اللي عنده، يسأل عن الأسئلة المبهمة عنه، يعني بيحاول يساعد نفسه دائما في حل مشكلات المادة اللي قدامه، ما بيتركها مثلا لوقت الاختبارات، لوقت المذاكرات، لوقت الفحوصات النهائية. مثلا بيقول لك خلال يومين ثلاثة درس الرياضيات، ما في حدا بيدرس الرياضيات خلال يومين خاصة ثلاثة، خاصة مادة الرياضيات ما في حدا بيدرسها خلال شهر، ولا خلال ثلاثة شهور بيدرس مادة كاملة خلال ثلاثة شهور، ما بتحسن الطالب بيدرسها خلال ثلاثة شهور ولو ما وقف على راسه أستاذ. هو في عدم المؤاخذة، يعني إذا بناخذ مثلا إنه نحن لمادة العصير اللي بنحب نشربها، كل إنسان هذا زواق في العصير تبعه، بيحب يشربها مثلا يوم يومين ثلاثة وبعدين بيكرهها، مزبوط لما لا. وهي الرياضيات نفس القصة، هو بحاجة إنه توزيع على مدار أيام السنة الدراسية كلياتها، توزيعها بشكل منتظم وعادل على مدار الفترات كلها بشكل جيد، بحيث إنه لا يهمل شيء ولا يؤجل من أسبوع إلى أسبوع ليصل إلى نتائج مرضية. بنقول لطلابنا علامة النجاح في الرياضيات هي 600 من 600 و 599 بنعتبرها راسبة. لا يا أستاذ، هي حلم بتكون لك الطلاب. لا مش حلم، هي حلم يتحقق هذا الحلم. خاصة هلا أستاذ، يعني بعد ما تغيرت النماذج، تغيرت المناهج، قد ايه صرنا نشوف اليوم طلاب يعني دخلوا بهي المرحلة، ولاحظنا شغلة هايدي إنه بالتكميلية أو بالفحص النظامي عانوا من مشكلة الوقت، إنه خلص الوقت وما خلصوا طبعًا حضرتك بتعرفي إنه لكل مسألة في لها أكثر من وجهة نظر للحل، لكن الجواب واحد ثابت، أن يختار الطريقة المناسبة السريعة
البسيطة المريحة أسهل من أنه يختار طريقة طويلة. يعني الطريقة السهلة البسيطة أحيانا السؤال بينحل بسطرين، هو نفسه بينحل بصفحة أو صفحة ونص مع الطالب. ليش نحن بنعلم الطالب مثلا بعض القوالب الجاهزة؟ نبحث عن طالب متميز في الرياضيات لنعلمه كل شيء في الرياضيات، كل شيء فيما يخص منهاجه في الرياضيات، سواء المرحلة الدراسية الثانوية أو المرحلة الدراسية الجامعية. تمام. في اليوم نقطة كمان مهمة، نحن لما الطالب يخلص تاسع ويطلع على 10 و 11 بتلاقيه خلص هون ما عاد بيعطي أهمية للدراسة وتحديدا لمادة الرياضيات، بيوصل للبكالوريا يمكن ما عنده هي الأساسيات. قد ايه هذا الشيء غلط؟ هون ببلش يعلق بالمشاكل بالبكالوريا. تمام، هون المشكلة كلها بحد ذاتها أستاذ. هون نحن بحاجة إنه مثلا هذا المخ البشري مثل السيارة اللي بنتركها فترة ما بنشغلها. تمام. شو بيصير فيها أول تشغيلة؟ بدها تعاني معاناة كثير. كربج. تمام. وهذا نفس الشيء مخ الطالب هيك بهالطريقة هي، إذا ما حسن يتعامل مع المادة العلمية اللي هي بتعتمد على الفهم بالدرجة الأولى، مقاييس الفهم بالدرجة الأولى، ويحاول يقاربها إلى شيء ملموس ككتابة بالعاشر بالحادي عشر. بده يلاقي صعوبات كثير كبيره بالبكالوريا، هو ما تعود يمسك القلم ويشتغل فيها، وهي الرياضيات تحتاج الى قلم بالدرجه الاولى، قلم ورقه. خلال سنتين بجوز تغير مناهج، بصير اضافات وخارج هذا السرب. لما يكون في تغيير مناهج بيكون تغيير تسلسلي. طيب. يعني بتغير 10 بعدين 11 بعدين بكالوريا مع الطلاب بيمشي كلمه كلمه، يعني ما مثلا درس منهاج 10 بشكل او دخل عليه منهاج بكالوريا بشكل اخر، لا ما بيصير. كان في تخوف للطلاب السنه من موضوع الاتمته انها هيك حتدخل بشكل كثير مباشر، فكان في تاجيل من وزاره التربيه للسنه الجايه حتى تماما يتم تهيئه الطلاب. طيب اليوم استاذ عمار، وقت اللي بنحكي نحن عن ماده رياضيه، نحن هي مهاره وليس اكتساب. صح. يعني مهارات. فخلينا نرجع للمنشا لهذا الطفل اللي نحن المفروض ننمي عنده هي المهاره، واللي حتضيف على شخصيته قصص او نقاط ايجابيه. واليوم عم نشوف مهارات كثير، ان كان الحساب الذهني، ان كان المونتسوري، ان كان المكعب روبيك. صح. هدول المهارات ومادة الرياضيات وثقلها بعمر الطفولة قدمهم، هذا شيء كثير أساسي وكثير جوهري. طبعا المهارات تبدأ مع الطفل من هو بالكيجي مثلا بالروضة، قبل ما يبلش يتعلم مثلا الألف باء بيتعلم مهارات. هي المهارات هي تعتبر هي مهارات رياضية، ابتداء من مثلا تجميع الصور هي تعتبر مهارة رياضية، إلى وصوله لمكعب روبيك، إلى وصولها لمسألة الحساب الذهني. هي كلها خلال فترة زمنية معينة، مثلا لعمر 10 سنين لازم يكون مكتسب جزء منها حتى يصير في عنده شغف بمادة الرياضيات. والحب اللي بيزرعه أستاذه في الرياضيات بينه وبين أستاذه، يعني ثقته بمدرسه أو مدرسته طبعا، ومحبته لإلهم، هن بيساووا عنده حس رياضي، حدس رياضي، بيصير بيحب مادة الرياضيات أكثر من غيرها، فضل على أكثر من غيره بوجود المشاكل الموجودة. مثلا إذا كنا عم نقول أنه فيها مشاكل بالنسبة للآخرين أقرانه من رفقاته، لكن هو لا يعتمد مسألة الحفظ والبصم على قد ما بيعتمد مسألة الفهم والاستيعاب وتوطين الحل. أكيد. خلينا بالختام نأخذ نصائح من حضرتك اليوم لطريقة صحيحة بدراسة الرياضيات، وخصوصا طلاب يلي السنة الجاية عندهم شهادة ثانوية. يعني أنا بتمنى لكل الطلاب التوفيق أيمتى ما كانوا، مهما كانت شهاداتهم، بتمنى انهم يستوعبوا مساله انه لازم الرياضيات تندرس يوميا، وليست مثلا يوم ايه 10 لا، او تندرس وقت الامتحان فقط لا غير. الرياضيات لا تحفظ حفظ، الرياضيات تدرس فقرات صغيره بشكل متقطع، تحل جميع التمارين، الطالب لازم يشتغل بالقلم والورقه بايده، والله يوفق الجميع، نحن مع الجميع بحيث انه الله يسر لهم يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يخليك يا رب. أكيد أستاذ عمار، بدنا نتمنى النجاح لكل طلابنا. آمين. ولا إن اليوم مثل ما قلنا اليوم الرياضيات هي عنصر مهم بحياتنا اليومية. تماما. وممكن عم نستخدمه من دون ما نشعر بهي القصة. تماما. فهيك إن شاء الله هيك التوفيق لجميع طلابنا، وتكون النتائج التكميلية مرضية لتعب وتعب أهلي وتعبكم اليوم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. الله يوفق الجميع. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا. أما هلأ هادي رح نروح لحلب، ولا خطوة صحية هامة عم تقوم فيها مديرية صحة حلب
الحلب، حيث يتم تقديم خدمات الكشف والاستقصاء لاختبار المسح السمعي بشكل مجاني منذ إطلاق البرنامج الوطني في آب الماضي. يتم إجراء المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة بالتعاون مع برنامج اللقاح من خلال الفرق المسحية في دائرة البرامج الصحية العامة والمراكز الصحية في المدينة والريف. هنروح لتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تعمل مديرية صحة حلب على تقديم خدمات الكشف والاستقصاء لاختبار المسح السمعي بشكل مجاني منذ إطلاق البرنامج الوطني في آب الماضي. هذا البرنامج انطلق برعاية السيدة الأولى العام الماضي بتاريخ 12 آب، ومن ذلك الوقت كان في عنا مركز صحي بيقوم بإجراء المسح السمعي اللي هو مركز صلاح الدين الصحي، بالإضافة إلى مشفى حلب الجامعي شعبة الأذنية ومركز في المشفى العسكري، بالإضافة إلى مشفى الرازي ولا منظمة آمال. ثم بعد ذلك بالشهر الثالث هذا العام تم افتتاح 3 مراكز جديدة صحية تقوم بإجراء المسح السمعي. يتم إجراء المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة بالتعاون مع برنامج اللقاح من خلال الفرق المسحية في دائرة برامج الصحة العامة والمراكز الصحية في المدينة والريف. كثير أطفال منهم بعانوا من نقص السمع أو ما بننتبه عليهم وهم صغار لا يكبروا، بتعاني معهم كثير لبين ما يمشي حاله. بتفيدنا كثير، خطوة كثير ممتازة ورائعة، يعني بتفيد كثير يعني الأطفال هلأ خاصة بهاي الأعمار، لأنه الأهل ما عم يكتشفوا هذا الشيء لبعد مثلا الطفل بيكون كبير صار عمره منيح، بيلاحظوا أنه الطفل ما عمال بيسمع فبيبلشوا بقى بياخدوه بيجيبوه، فهاي خطوة كثير ممتازة وإيجابية. أكيد هذا الشيء بيخدمهم والحمد لله أنه في هيك خدمات نكتشف إذا في عنا أمراض من الصغر نقدر نتدخل، نقدر نقيهم منعاها مستديمة تضل سنين، الحمد لله يعني بالعكس خطوة رائعة. خطوة صحية هامة تقدم فحصا سهلا وآمنا ومجانيا وتتم مع تقديم اللقاح الأولي للطفل. خطوة تهدف إلى زيادة عدد الأطفال المجرى لهم اختبار المسح السمعي والكشف المبكر للحالات وإجراء ما يلزم. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا الصباحي، ورح نختم كمان مع محطة طبية، موضوع بهم كل السيدات والصبايا اللي عم يتابعونا، لأن كلنا نعرف إنه البشرة بفصل الصيف ممكن تتعرض لكثير من المشاكل نتيجة ارتفاع الحرارة وأشعة الشمس. من هي المشاكل اللي ممكن نشوفها على البشرة التصبغات، هي التصبغات يعني بقع داكنة أو غامقة بتظهر على لون الجلد الطبيعي وبتسبب كثير من المشاكل النفسية. رشا، وقد اليوم الصبية اللي عندها هي التصبغات يا هايدي ممكن تكون بمواقف محرجة نفسية محرجة. في صبايا أنا بعرفهم يعني إنه ما بحبوا يطلعوا بالنهار إنه الشمس بتكشف، يقولوا لك الشمس بتكشف عيوب الوجه إذا كانت كتير قوية. صار في علاجات أكيد. اليوم أكيد في علاجات، اليوم عالم الطب والتجميل والتخصصات اللي عم نشوفها أتاحت مجموعة كتير كبيرة من العلاجات. رح نروح لنضوي عن هي التصبغات، أسبابها، أعراضها، طرق الوقاية والعلاج، وخاصة نحن بآب المفروض اليوم كتير نتعامل مع البشرة بشكل صحيح. وضيفتنا لليوم هي الاختصاصية بالتجميل والعناية بالبشرة ميرفت موسى. يسعد صباحك ست ميرفت. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني عن جد فعلا اليوم البشرة بحاجة لعناية كتير كبيرة، إن كانت خلال فصل الصيف أو حتى بالشتي لازم دايما يكون في عنا اهتمام فيها كرمال ما يظهر عنا أي مشاكل. اليوم حابين نعرف من حضرتك شو نقصد بالتصبغات الجلدية وأنواع. هلا التصبغات الجلديه بشكل عام هي بيكون تغيير على سطح الجلد، مو بالشكل عام، مو بس البشره، تغيير على الجلد بشكل عام جسم كامل. فهو ممكن يؤدي لكلف، لنمش، في له انواع طبعا، بيكون سطحي، ممكن يكون عميق، ممكن يكون مختلط بين سطحي وعميق. ضروري جدا اليوم نعالجه ونعرف شو هو طرق العلاج او طرق الوقايه منه. طيب خلينا نروح ست ميرفت للأسباب. اليوم الأسباب كتيرة، يعني نحنا بالصيف بدنا نرطب على طول، بدنا نهتم مشان درجات الحرارة، وبالشتي بصير جفاف بالبشرة كمان بحاجة لعناية. وفي ناس بتقلك أنا ما بشيل المطريات من إيدي وآخر شيء بيطلع لي تصبغات، يعني اليوم شو الأسباب؟
هلا ما بتشيل، هو بيكون الروتين غلط، الروتين المرتب بتكون مستعمله مرتب ما بيناسب نوع بشرتها. اليوم احنا كل بشره شكل بشره دهنيه مختلطه ولا اخره، فبدك تنتبهي كل بشره شو بدنا نستعملها احنا، شو المرتب اليوم. التصبغات بيكون حتى بالصيف احنا لازم نرطب، لانه بالصيف عندنا دهون زيوت متراكمه، فاحنا كمان هاي الدهون والزيوت المتراكمه لازم نعمل تنظيف بشره روتين اسبوعي او يوم اي يوم لا لهذا الشيء، مع ترطيب دائم، مع تونر دائم. فاحنا لازم دائما نهتم بهاي الامور. تمام، نحن دائما على طول مضطرين نطلع من البيت، طبيعه عمل كثير من الاشخاص ممكن يشتغلوا تحت الشمس، قد ممكن اليوم فعلا تاثر الشمس على التصبغات الجلديه؟ خبرينا اكثر. ايه هلا تاثر احنا اليوم باهم عامل هو للتصبغات هو الواقي الشمسي، وكتار يعني نسبه 90% اليوم احنا ما بيستعملوا الواقي الشمسي، فالواقي الشمسي ضروري جدا لحتى ما يعمل تصبغات تجاعيد كبر بالعمر. يعني احنا يعني الفرق بين يوم نحط هون هاي المنطقه واقي شمسي وهي لا، راح تشوفوا الفرق واضح. تمام. فضروري الواقي الشمسي بالذات يلي بيطلعوا يومي، الواقي الشمسي لازم يتجدد يوميا مرتين باليوم. انا بقول لي اللي ما له خلق يشتغل كثير، بس يفضل كل ساعتين ثلاثه يتجدد. وبنسبه كمان بدي احكي فيها، كثير صبايا بيجوا لعندي على المركز بيقولوا لي انه انت مدام احنا عم نلبس حجاب وبنحط واقي شمسي بس عم نتصبغ بهاي المنطقه، طب انتوا عم تتصبغوا المفروض تحطوا مو نقطه نقطه نقطه، المفروض تحطوا الواقي الشمسي مقدار اصبعين كاملين. أوه. مقدار اصبعين، وللبشره الغامقه يفضل يكون بلون، وللبشره الفاتحه يفضل يكون شفاف. اي فاحنا لازم يعني بمقدار اصبعين نحط لحتى نحصل على النتيجه الحلوه. وهون يعني مثل ما بيقولوا اعطي الخباز خبزه، يعني اليوم طبعًا. هاي الشائعات هايدي حطيت هذا المرتب بعطيني اسمه، المفروض اليوم نحن نتبع الاخصائي او الدكتور العنايه بالبشره لتحديد نوع البشره ونوع التصبغات. يعني ايضا اليوم في من الاسباب الهرمونيه ممكن تكون بالجسم تسبب هي التصبغات. اي طبعا، هلا الاسباب الهرمونيه انا ما حكيت عن انواع التصبغات ليش بتطلع، بتطلع ممكن تكون هي من أسباب هرمونية، ممكن من الحمل، الحامل بتصيبها تصبغات أثناء الحمل، ممكن بعد الحمل يروح وممكن يضل، فلازم تعالجه بعد 6 شهور من يعني إزالة الحمل أو جابة الولادة. من الولادة نعم. لازم تعالجه. وممكن يكون هرمون من الغدة الدرقية، ممكن يكون باستخدام مثل ما قلتي مستحضرات تجميل غلط من رفيقتها ولا من جارتها، فاجباري بده يصير عندك تصبغات. هذا الشيء خليني اجرب، خليني اجرب هون انت بتكوني وقعتي بكارثه. طيب كمان اليوم ايمت احنا ممكن نلجا للليزر لحتى نخلص من مشكله التصبغات؟ هل هو اليوم كعلاج فينا نقول فعال؟ والله الليزر كثير علاجه فعال، بس بمناطقنا بالصيف لا، انا ما بنصح ابدا فيه. بالشتاء اي ممتاز الليزر او الديرما بين او التقشير الكيميائي، كثير كثير بيفيدوا التصبغات. طبعا التصبغ المعند، التصبغ الخفيف لا، فينا نعالجه ممكن بالتنظيف البشره بشغلات مواد ميزوات خفيفه بنعالجه بالصيف، اما يفضل بهاي الليزر وهي القصص للشتاء. طيب حتى في اليوم حروق بحر، يعني تصبغات بحريه يمكن هي كثير صعبه، يعني اللي مجرب هذا الحرق بيعرف انه هو عانى كثير بمرحله علاجه بس ما كثير راحت. يعني بتحس التصبغ بينتقل بالوجه من مكان لمكان اخر؟ ايه طبعا بينتقل، يعني هو كمان تصبغ البحر لانه بده يكون شفتي نازل جسمه كامل بالبحر وهيك، فيفضل هن قبل ما تروحوا على البحر او تنزلوا بالمسابح تستعملوا الواقي الشمسي ساعتين، تجددوه ساعتين. مو انه احنا لا خلص يعني حطيناه وخلص، هو بينتهي فعاليته. واحنا اكثر الاوقات عم ينزلوا فيه على المسابح من الساعه 10 للساعه 4، هذا الوقت وقت الذروه، هذا افظع وقت لخراب البشره او دمار البشره، فيفضل يستعملوا الواقي الشمسي، هو اهم شيء بالمسبح مفتاح العلاج او البحر، مفتاح العلاج الواقي الشمسي. ضروري. طيب غير الواقي الشمسي وغير الليزر اليوم لحتى نعالج هي المشكله بالبشره، شو في عندنا لسه انواع علاجات ممكن اليوم نحن قادرين من خلالها نتخلص من مشكله التصبغات؟ وهي العلاجات ممكن تناسب اليوم كل الاشخاص ام لا بتفرق من حاله لحاله؟ هلا افضل علاج وانا كثير بحبه وكثير بحفظه هو ولا يعني شفتي الدخل اليوم ما كثير، يعني ما يلتجوا على الليزر وعلى دخل عالي، بحب الديرما بين. الديرما بين بحسه يعني افضل شيء، واذا كان التصبغ سطحي ممكن يعني جلسه جلستين ينتهي، اذا التصبغ عميق ممكن يحتاج 6 جلسات يعني اكثر شيء، بس انا بحبه كثير، يعني هذا بفضل الكل يلتجوا عليه حتى علاجي لاي شيء مو بس للتصبغات، لكل شيء للبشره. طيب اليوم
نسمع بوصفات كتير عبر السوشيال ميديا أو الناس عم بتطبقها على البشرة لتخفيف التجاعيد حوالين العين خلال 3 أيام، لترطيب، لتكبير الشفايف إلى آخره. اليوم الوصفات الطبية ما لها دور كمان أيضا بموضوع الوقاية والعلاجات؟ هلأ هاي ما أنا وصفات طبية، أنا دائما بقول تجئوا لطبيب. هاي وصفات بتكون يعني للأمانة بتكون حاطين فيها، دائما بقول لهم أنا إذا وصفة يعني حاطين فيها كورتيزون بكون تنتبهوا. الكورتيزون أول فترة بيعمل بشرة كتير حلوة، بس بعدين بده يصير فيه من وراها كوارث للبشرة. طيب والأز بالبيت أما إذا رحتي على دكتور ووصف لك وصفات، أي هذا الطبيب لازم أنت تروحي على طبيبك يعرف شو أمور بشرتك، شو هي نوع بشرتك. منزلية؟ أي المنزلية، أي المنزلية بحبها أنا. مثلاً ممكن الليمون، الليمون بيفتح ليمون؟ البشرة. إيه؟ بس هي ما بيعمل تهيج اليوم مو لكل البشرات، مو هي الفكرة. البشرة الطبيعية تكون، عرفتي، الليمون بيفتح البشرة، زيت الزيتون كتير منيح. نخلطهم مع بعض؟ الأوليفيرا، إيه خلط مع بعض. الأوليفيرا؟ لا الأوليفيرا لحال لحالة. نبتة الأوليفيرا بتخلط مع شيء الأوليفيرا؟ لا ما بحب أخلط معه. نبتة الأوليفيرا لحالة كما هي بتشيلي بتحطيها على البشرة لحالة، يعني شيء طبيعي بالبيت موجود. تتحط تحت العين ست مرات؟ لا ما بحب أنا تحت العين، ما بحب حط شيء غير يعني مكونات طبية حصرا. بحب إنه تلتجئ لدكتورك وهو يوصف لك إشارة طبية طبعاً. لأنه تحت العين يعني لا القهوة خلقت لنشربها مو لحتى كثير بنشوف لا تكبي الطحل لأنه ما بتشوفي والله لكي أنا ما بحب كثير وصفات البيت، بحب الليمون والزيت، زيت الزيتون أكثر شيء. يعني هي أساساً يعني هو أساساً طبيعي ظريف، أما القهوة وهي بيكون غالينا ويكون فيها جراثيم ولا سمح الله يعني نزعة البشرة، ما بحب هاي القصص. تمام، لازم على طول يكون في استشارة طبية قبل ما نلجأ نحن لأي خيار علاجي اليوم وتجميلي للبشرة، أم لا نحن ممكن من خلال عشوائية سمعنا شخص حط من هذه الوصفة لا نحن قادرين نحط منها أو حسب بشرتنا وحساسيتها؟ لا يفضل استشارة طبيب اليوم أو أخصائي بشرة. تمام. يعني ما نشتغل أي شيء أو نروح على صيدلي والله أعطينا جارتي أخذتها الكريم. طب أي أساس أنت عم تاخدي؟ أنت غير بشرة، ممكن أنت دهنية جارتك وعطاها جافة تكون بشرتها، فبدك تنتبهي لهالأمور. طيب خلينا نحكي عن نقطة المرطبات وأهميتها بحياتنا اليومية، ونحن كيف قادرين نستخدم المرطب الصح، كيف قادرين أصلا نحدد نوع بشرتنا؟ أنا ما بعرف شو نوع بشرتي. إيه هلأ بشرتك هو لازم إحنا نمسح الميك أب ليبين معنا يا محرمة بلا فضايا فهو لا يعني ايه لا بشرتك طبيعية حلوة بتبين يعني فورا علينا. ايه البشرة المرطب اليوم ضروري لأي كان نوع بشرة، حتى لو الدهنية بيقولوا لك أنا عندي زيوت كتير ليش لرطب؟ لا ضروري الترطيب، ما أنت هاي الزيوت هي عم تعمل لك دمار، فإحنا مننظف البشرة للبشرة الدهنية مشان ما يعمل لك مسام وزيوان، وبعدها منرطب البشرة. البشرة الجافة كمان أكثر شيء الترطيب، لازم البشرة الجافة 3 مرات باليوم، لأنه إذا صابها جفاف حول تم التصبغ بده يصير قوي جدا. صحيح. أي إحنا كتير معرضة البشرة الجافة للتصبغات وللتجاعيد من قلة التترطيب. طبعا أنا بدي بحب أوصف إنه دائما روتين معين للبشرة، يعني إحنا نتبعه. أي إنه إحنا الصبح تنظيف البشرة لازم يكون غسول يومي 3 مرات باليوم. بعد الغسول تونر، هاي حابة أحكي لكم إياها كمان، إنه التونر إذا ما بتحبوا تروحوا تشتروه من الصيدليات أو شيء فيكم تعملوه بالبيت، يعني ماء مقطر بنسبة تقريبا 2 سنتي مع حبة فيتامين إي، كتير ممتاز تونر قبل الميك أب، يعني ما بيخلي يعمل لك شيء لبشرتك أو مشاكل أو زيوان أو حبوب. هذا التونر بعد الغسول، بعدها مرطب الهيرونيك أسد. أنا الهيرونيك أسد كتير بحبه الأمان، الكل شهد فيه يعني كل أخصائي البشرة كتير كتير بحبه، بيعطي امتلاء رح نجربه. لا كتير كتير ممتاز يعني. سيروم ليلي، سيروم الليلي حسب نوع بشرتك، يعني البشرة كل بشرة شو بتحتاج لسيروم ليلي. تمام، يعني نصائح كتير مهمة وتفاصيل عم تخبريها اليوم لكل الصبايا والسيدات. كمان يمكن نسمع لجانب هي التصبغات اللي بتسبب أكيد مشاكل نفسية للشخص، كمان في عنا مشكلة حب الشباب بالبشرة. هذا إيه؟ اليوم كمان بحاجة البشرة لعناية واهتمام فيها إيه؟ من حب الشباب هو بالذات لعمر المراهقة، يعني عم نفوت بعمر المراهقة ما عم يعرفوا يداروا بشرتهم أو يعتنوا فيها، فعم يصيروا عمرهم 18 سنة عم يلاقوا كلها حبوب التهابية أو شيء. ما اختلفنا احنا عالجهم وراحوا لطبيبهم وتعالجوا، بس بعدها عم يصير عندهم تصبغات لأنه ما عم يعتنوا، عم يكملوا على الروتين الصح.
بعد حب الشباب عم بيصير في تصبغات؟ شو السبب؟ ايه ما اهتموا بالروتين الصح، احنا اشتغلنا على حب الشباب ورحنا، طب ما بدكم الغسول؟ الغسول اليوم ضروري جدا لاي صبيه تلتزم بالغسول، والسيرومات، المواد التفتيح هاي بعد الحب الشباب. بدها اليوم يعني اهتمام كامل من الصبي حتى الشباب. طيب اليوم شو رايك ست مرفت بالكبسولات اللي عم ينباعوا بالصيدليات ان كان فيها فيتامين اي، هدول فيتامينات انه تفتح الكبسوله وتقصيها وتدهني وجهك؟ هلا هو نفس السيروم، انا كثير بحب هي القصص بالليل قبل النوم. اي هي بحبها قبل النوم مضمونة؟ يعني فيتامين اي. هلا بدكم تروحوا على صيدليه، على صيدليه تكون اي مضمونه او اورجينال يكون عندها. بس انا بحبها الفيتامين اي كثير بحبه، بالذات لعمر فوق الثلاثين يبلشوا فيه. يومي هو قبل النوم؟ قبل النوم ممكن، لا يعني تخففوا يوم أيام. لا في السيروم النياسيناميد اليوم كتير عم يحكوا عليه، بس أنا بحب استعماله ما يستعملوا أسبوعي، يومين بالأسبوع، لأنه هو لأن إحنا نسبة 10% فبيكون بيعمل تهيج، فيفضل ينعمل مرتين بالأسبوع. تمام، ضل نوضح نقطة اليوم عن أهمية شرب المي والنظام الغذائي، هدول الأمور أدي كمان بتأثر اليوم على البشرة وصحتها. طبعا شرب المي اليوم أكبر عامل من عوامل البشرة إضافة للتغذية. تمام. شرب المي اليوم لازم، إحنا نشرب 8 أكواب باليوم، يعني تخيلي لأنه إحنا جسمنا بالصيف عم يفرز عرق ودهون، فبدنا نعوضه بالمي، وحتى بالشتاء لازم نشرب مي دائما ليرطب البشرة، سواء بتعمل ترطيب للبشرة. وبنتمنى دائما نحن اللي عم نعطي هدول النصائح نلتزم فيهم، نلتزم فيهم يعني. طبعا اليوم نقول يعني رح نحاول، رح نحاول. اي لا لازم. شكرا ست مرفت لحضورك اليوم، لكل النصائح اللي قدمتيها والتوصيات للعناية بالبشرة، نورتي صباحنا لليوم. اهلا حبيبتي، اهلا. شكرا لك مرفت ولوجودك معنا لليوم، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك يا هايدي، يومك حلو وخالي من التصبغات المجتمعية. كلنا يا رب. شكرا لكم مشاهدينا، واكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. يومكم حلو ان شاء الله، يا رب هذا النهار يحمل لكم كل شيء بتحبوه بحياتكم، راحة البال يمكن هي اهم شيء نحن بحاجته. كونوا بالف خير، باي باي، واكيد شكرا لك يا حلا معدة حلقتنا لليوم. اكيد بقية نهار حلو لكم مشاهدينا، ولا تنسوا تابعونا بكره بنفس التوقيت مع فقرات جديده وضيوف جدد، ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير، باي باي.